أعلنت شركة البترول الوطنية إيقاف العمل بمصفاة ميناء الشعيبة والتابعة للشركة بشكل كامل، وذلك اعتبارا من يوم غد الجمعة بحسب قرار المجلس الأعلى للبترول. وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حدد أسباب الإغلاق بانعدام فرص التوسع في المساحة المخصصة للمصفاة، فيما ستكون مصفاة الأحمدي الغطاء الاستهلاكي المحلي من البنزين. حان وقت التقاعد بعد سنوات من العمل والعطاء. أم الخير أو مصفاة الشعيبة توقف خدماتها في صناعة تكرير النفط بعد أن كانت محطة عالمية رائدة. يصعب الحقيقة أن نتوسع في تطوير المصفاة وجعلها مصفاة حديثة ممكن أن تدر ربحية على القطاع النفطي أو على شركة البترول الوطنية. فقرار الإغلاق قرار اقتصادي، وهذا لن يكون طبعا نهاية مصفاة الشعيبة، لأن الخدمات اللي موجودة فيها جزء منها راح يستخدم في تخزين المنتجات اللي راح تنتج عن مشروع الوقود البيئي. سيتم تحويل بعض مرافق المصفاة لمشروع الوقود البيئي الذي يأتي انسجاما مع متطلبات العصر من التطور والتقدم في هذا المجال. اليوم احنا تكلمنا على الإغلاق الرسمي لوحدات المصفاة أو ما يسمى الوحدات العاملة أو المنتجة. خزانات الجزء الثاني هي خزانات الوقود لجميع المنتجات. هذا الجزء الكبير المساحة الكبيرة المصفاة راح يتم استخدامها واستغلالها لتكون جزء من مصفاة ميناء عبدالله في مشروع الوقود البيئي. وكذلك مرفأ التصدير، عندنا مرفأ تصدير مهم مصفاة شعيبة. مرفأ مصفاة شعيبة راح يستمر لإنتاج المنتجات وتصديرها هذه المنتجات عبر هذا المرفأ. دراسات قدمت بعدم استمرار المصفاة في العمل، والسبب يرجع لانعدام الفرصة في توسع المساحات لأنها محاطة بصناعات أخرى. مصفاة الشعيبة توقف خدماتها بعد أن تجاوزت عمرها الافتراضي، وسيتم استخدامها في المشروع المستقبلي وهو الوقود البيئي. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.